تعاني المدن والقرى والمناطق الحدودية من انتشار مخلفات الأسلحة العنقودية والإنشطارية جراء العدوان السعودي الغاشم والذي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية. تنكشف جرائم عدوان التحالف السعودي وتورطه في اليمن من خلال استخدامه أسلحة محرمة دولية، حيث واصل العدوان السعودي إسقاط مئات القنابل العنقودية والإنشطارية على مديريات محافظة صعدة، مخلفة العديد من الضحايا والدمار، مرتكبا مزيدا من الجرائم البشعة بحق الإنسان اليمني. مديرية رازح أمطرت بعشرات القنابل تسببت في أضرار كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة. هذه من العدوان السعودي الأمريكي، استهدفنا الليل الساعة بيجي الساعة 8:30، بقتل علينا مواشينا وحرق مزارعنا واحنا آمنين ببيوتنا. إذا رجال يلاقي أنصار الله هني بحدود الجال الشعبية بحدود له رجال ما يترجل على خلق الله. واحنا آمنين ضامنين في ديارنا ها بدون أي مبرر. واحنا اليوم يعني بيننا جرحى وبيننا ولا معنا إسعاف ولا في نقل ولا في وقود ولا في أي حركة. احنا ذا الحين والله صامدين هنا ما تكذبنا شعره. مزارعنا مليانة بهذا المعدات وهذا الفضايح. هذه القنابل وهذه البقر سحبناها بها الصبح هنا، سحبناها بالمحمير وغنم وكلاب عزكم الله وكل شيء. واستهدفونا فوق الاسطح البيوت اسطح المنازل، وهذه الاطفال بعضهم جاء روحنا بالمستشفيات. كما قصفت طائرات العدو السعودي مديريات غمر وشدا والظاهر وحيدان وسحار وباقم وكتاف ومناطق اخرى باسلحه محرمه دوليه، في سلسلة من العمليات الجوية لعدوان التحالف السعودي على المدن والقرى والمناطق الحدودية. Neither Yemen, Saudi Arabia, nor the other coalition states have joined the 2008 treaty that. منظمة Human Rights Watch رصدت في وقت سابق جرائم العدوان في محافظتي صعدة وحجة وما خلفته تلك القنابل العنقودية والانشطارية من ضحايا بين المدنيين. تحالف العدوان بقيادة السعودية قد نفى أن يكون قد استخدم أي أسلحة محرمة دولية، فيما تؤكد الحقائق على الأرض عكس ذلك، متجاوزا القرار الدولي للجنة الدولية المكونة من 113 دولة بتحريم استخدام هذه الأسلحة التي تقضي على الإنسان وتدمر البيئة لاحتوائها على مواد سامة.